سلام عليكم. أهيو. كتب لي احد المتابعين باسم يوسف كومنت يسأل فيه عن سبب انه يكون الايم خاصته بعض الايام جيد وبعض الايام سيء جدا على الرغم بقيامه بتدريبات ايم لاب والديث ماتش قبل الجيم، فاردت ان اقوم بتحليل لاعبه ونوضح هل فعلا المشكلة في الايم وهل حقا يمكن ان يكون ايمك سيء احيانا، وهذه يا جماعة احد افضل الطرق لتحسين لاعبكم، لذلك تابعوا كل الفيديو. وقبل ان نبدأ اتصل لايك واشتراك لنصل ل 20,000 مشترك في اقرب وقت، فبدون إطالة في الكلام فلنبدأ. أول شيء قال يوسف أنه قد أصبح إيمه ضعيف جدا وأنه صار يموت بسرعة، وأيضا قام بتغيير الحساسية ولم ينفع ذلك. وهنا نبدأ قبل حتى البداية في التحليل بأول خطأ وهو تغيير حساسيته. يا جماعة يجب عليكم إبقاء نفس الحساسية وعدم تغييرها إلا بعد وقت طويل جدا من التعود عليها، فكأنك الآن رميت كل تدريبات إيم لاب وديث ماتش، قمت بفيديو كامل للحساسية المناسبة في حال كنتم تريدون مشاهدته. أيضا السؤال الذي يراود البعض وهو هل فعلا احيانا يكون ايمك سيء؟ والاجابة هي نعم، كل شخص يكون عنده ايام سيئة، وخاصة يا جماعة ان كانت عندكم مسؤوليات يجب ان تقوموا بها وانتم تلعبون، او كنتم قد خسرتم جيم ولستم في حالة جيدة نفسيا، وقد تكلمت عن هذا الموضوع اكثر من مرة في اخطاء فالورنت، ولكن هذا الامر لن يقوم بالتأثير على كل الاجيام، وقد يكون هناك سبب اخر غير الايم وغير انه يكون يوم سيء، قد يجعل هذا الشخص يخسر اجيام وينزل في الرانك كثيرا. حسنا الان سنشاهد لقطة ليوسف قال انه كان الايم فيها جيد عكس الايام الاخرى، وكما نرى حصل على ايس بطريقة جميلة جدا، خاصة عندما نقول انه سيلفر، على الرغم من بعض الاخطاء التي سنعود اليها في اخر الفيديو مثل الريز الخاصة برينا كانت ريسكي بشكل كبير، ولكن اللي ضده لم يستطع ان يقوم بمعاقبته والقيام به في مكان يمكن للاعداء ان يراه منه، ولكن لا اريد ان اتكلم عن اخطائه في حالة الامر قد نجح. لذلك الان سنتكلم عن بعض الراوندات التي مات فيها في جيم اخر ونرى سبب ذلك وهل فعلا الايم هو السبب. نعتذر على الجودة والفريمات في اللقطات الخاصة به، ولكن المرات القادمة لكل شخص سنحلله ستكون افضل. اولا سنبدأ بالراوند الرابع حيث يلعب بسيج في كيتشن من ايس بوكس ويقوم بوضع وول هناك. الى حد الان كل شيء جيد وهذا احد افضل الوولز لسيج هنا. كما ترون هناك شخص واحد في الاي وهو يورو، ولسبب ما اثنين في الميد مع سيج اللي في الكيتشن. هذا تسبب بكل ببساطة بدخول اللي ضدهم والحصول على كنترول كامل على السايت من بداية الراوند. وهذه نصيحة لأي شخص يلعب في ايس بوكس، الاي سايت في الايس بوكس من اسهل الاماكن للهجوم او الدفاع، لذلك حاولوا ان يكون هناك اكبر عدد ممكن من الناس في الاي سايت. ربما لو ذهبت جيت على الاقل الى هناك لقامت بسموك لتأخيرهم الى ان يأتي اومن او الباقي من التيم ولا يحصل ما حصل هنا. سأحاول التركيز على يوسف او السيج ولاعبها، ولكن هذه معلومة مهمة يجب ذكرها. هنا سيأتي الخطأ الذي بعده وهو انه لا احد يراقب الميد الان، وسوف قام بدرون في مكان سيء جدا وواضح للاعداء، وبما ان يورو وجيت في السايت كان على سيج مراقبة الميد الى ان ينتهي درون سوفا على الاقل، ولكن اتت رينا واخذت قتلتين، ولكن مع ذلك خسر يوسف 1v1 سهل بما انه الكروسير بليسمنت كان بمستوى اقل من اللازم، رغم انه كان واضح في الماب اين يجب ان يضع كما شرحت في فيديو الكروسير بليسمنت، وانه قام بكراوتش وتاب. كان عليك بدل ذلك القيام بكاونتر ستريف او بعد ضربك لاول ضربة هناك حصلت على ضربة في البادي، يمكن حتى ان تقوم بكراوتش سبراي في هذه الحالة، ولكن ليس هناك شيء اسمه كراوتش تاب جيد. اذا هناك كراوتش يجب ان يكون هناك سبراي، ولكن طبعا لا انصح بهذا، فايم رينا سيء جدا، فلو قمت بكاونتر ستريف ستخرب الايم اكثر عليها وتحصل على هيد شوت بنفسك، ولو فعلت ذلك ربما قد كنتم فزتم في الراوند، ولو شاهدت الميد منذ البداية لكان سوف حيا الان واستطعتم الفوز. الان نذهب للراوند الذي بعده مباشرة، واول خطأ هنا انه لم يقم بشراء شارف على الاقل، عنده 2000 كريدت، المشكلة انه اصدقائه كان عندهم المال ولكنه لم يطلب سلاح منهم، ربما قد نسى، ولكن حتى لو انه نسي ان يقوم بطلب دروب على الاقل عليه شراء ستينجر مع لايت ارمور، لكن رغم ذلك قتل رينا وحصل على فاندل، ولكن لو كانت رينا افضل بقليل لكانت قتلة سهلة لها. الان كما نرى الفريق يملك كنترول على السايت، في هذه الحالة كان على سيج القيام بفلانك من الجهة الاخرى بما ان اللي ضده لم يدخل السايت، ولكنه ذهب للسايت بشكل عادي، فلو قامت سيج الان بفلانك لحصلت ربما على 3 قتلات. الان هنا لسبب ما مات يورو واومن وسوفا واقف هنا، لا اعلم كيف لم يقم بتريد لهم، ولكن ماذا سوف نفعل لسوفا في هذه الحالة؟
لا شيء. حاول ألا تهتم للتيم أكثر من اللازم. الآن أتى سوفا وقام ببيك عليه، وهنا قام يوسف بكراوتش سبراي. يا جماعة في الرانك المخفض الناس يقومون بالتصويب على الجسم، ففي حال قيامك بكراوتش سبراي أو كراوتش عامة ستجعلهم يحصلون على هيت شوت. ولكن الآن أول شيء الهولد كان واضح للأعداء أكثر من اللازم، كان عليه الذهاب إلى اليمين أكثر، وفي حال جاء سوفا كان على سيج أن تضرب وتعود بسرعة حتى لو لم تقتل سوفا. في هذه الحالة إما ستقتل سوفا أو القيام بجيجل بيك عليه، أو ستكون عندك فرصة لتغيير مكانك. هنا أنصحكم بمشاهدة فيديو البيك، شرحت فيه كل المصطلحات وطرق تحسين الهولد والبيك. الآن في هذا الراوند ذهب الأعداء للأي سايت ويبدو أنهم متحكمين بها، وهناك الاثنين فقط من التيم هناك. هنا سوف نوقف الفيديو، أريدكم أن تقولوا لي ماذا يجب أن تفعل سيج، هل تذهب للقيام بفلانك أو تذهب للأي سايت بالطريق العادي أو تنتظر لو يأتي أحد للميد؟ هنا كان عليها الذهاب للأي سايت بشكل طبيعي لأن الأعداء عددهم أكبر من الذين في السايت، 3-2، وأيضا سيدخلون للسايت أصلا. ولكن هنا سيج قامت بفلانك، والمشكلة الأكبر أنها مع أومن، يعني الآن تركت سيج جيت ويورو بنفسهم في السايت، وهنا سيتسبب في خسارتهم للسايت. وإذا قاموا ببلانت لن يكون هناك سبب للقيام بفلانك لأنهم سيستعدون لك، وأيضا اثنين يقوموا بفلانك ليس دائما فكرة جيدة. ولكن هنا بما أنه قاموا بهذا كان يجب عليه انتظار أومن قليلا لكي يصبح قريب منه، ففي حال قام ببيك ومات أومن يستطيع أن يحصل على قتلة ويحصل تبادل في القتلات. لكن سيج هنا قام بخطأ كبير في البيك، كان عليك أول شيء أن تقوم بحركة تقسيم الزوايا التي شرحتها في فيديو البيك، وأيضا عندما تصل هنا يجب أن تقوم بجيجل بيك، ففي حال كان هناك من ينتظرك لن يستطيع قتلك وستعلم مكانه، وأيضا ستقتلوه بالتأكيد بما أن أومن معك، فيجب أن تنظر لكل الزوايا. الآن خطأ آخر قام به أريد أن أتكلم عنه بشكل سريع في راوند آخر، وهو أنه غير الريزولوشن الخاص باللعبة. الستريتشد في فالورنت ليس لها أي أدفانتج، وأنت الآن خربت مرة أخرى المصل ميموري وسيتغير إيمك. يا جماعة لا تغيروا الريزولوشن كثيرا والحساسية، سيخرب هذا عليكم بشكل كبير. الآن سنتكلم عن هذا الراوند، وهنا سيحاولون أخذ كنترول على الأي سايت، لكن هنا سيج قام بهولد لهذه الزاوية وضرب الوول ثم مات من رينا. حسنا، أول خطأ هنا هو طريقة قيامه بهولد لهذه الزاوية، كان عليه الابتعاد أكثر عن الحائط وربما القيام بجيجل بيكس للحصول على البيكرز أدفانتج. الخطأ الثاني والكبير أنه قام بضرب الحائط، هنا تسبب بمشكلتين. أول واحدة أنه الآن الجميع يعرف مكانه وأنك فوق، بمعنى أنه لو سيكون هناك شخص سيقوم ببيك بالمكان الذي تقوم بهولد له سيقوم ببري فاير عليك ويقتلك، فكان عليك الابتعاد قليلا هنا. وثاني شيء أنه هذا خرب الكروس هير بليسمنت خاصتك، كان عليك استعمال هذا الخط لمعرفة مستوى الرأس كما شرحت في فيديو الكروس هير بليسمنت. أيضا مجددا إذا نشاهد كل الراوندات التي قام بها، طبعا لن نشاهدها كلها ولكن أغلبها في مشاكل في الكروس هير بليسمنت، أنصحك باستغلال الماب كما شرحت في فيديو الكروس هير بليسمنت. الآن ماذا نستخلص من هذه اللقطات؟ في الحقيقة إيمك لم يتغير بشكل كبير، لأنه الآن سوف نعود لأول لقطة التي حصلت فيها على أيس، نفس المشاكل الكروس هير بليسمنت التي تكلمت عنها، أنت لا تؤيم على الرأس، وأيضا نفس مشاكل البيك، تقوم ببيك وتصبح إكسبوز أكثر من اللازم لأكثر من أنجل أو أكثر من زاوية، يعني ربما يأتيك شخص من اليسار واليمين في نفس الوقت. في هذه الحالة ماذا سوف تفعل؟ عليك أن تقوم بحركة مثلا تقسيم الزوايا لكي تصبح في حالة 1v1، دائما حاول أن تكون في حالة 1v1 لكي تكون عندك الأدفانتج. ولكن هنا الشيء الوحيد الأفضل أنك قمت بكاونتر سترايف، فما عليكم فهمه يا جماعة أنه أكبر خطأ هو التركيز أكثر من اللازم على الأيم، لكن رغم ذلك يمكن ليوسف التحسن أكثر، ويبدو أن أخطأه بسيطة، عليه الإيقاف القيام بكراوتش، عليه التحرك أكثر في الجام بلاي خاصته، تحسين البيك قليلا والكروس هير بليسمنت، أعرف أنه كثير ولكن هو في حالة تجعله يستطيع تحسين كل شيء، ولكن عليه أن يأخذ وقته في التدريب. نعم الأيم شيء جيد ويجب تحسينه، ولكن أيضا أن تقوم بلون كل شيء على الأيم سيتسبب ذلك في نسيانك لكل الأشياء الأخرى المتعلقة بالجيم سنس، وستبقى تنزل في الرانك حتى لو تحصل على 130,000 في جريت شوت. لم أرد أن أطيل جدا في التحليل للقطات، قولوا لي إن كنتم تريدون الفيديو أن يكون أطول أو أقصر في المستقبل في هذه السلسلة. أيضا إذا تريد أن يتم تحليل لعبك كل ما
عليك هو تنزيل فيديو فيه جيم بلاي كامل لك، شرط ان يكون مسجل بدقة 1080p وايضا 60 فريم. بعدها ارسله لي على هذا الايميل، ويحبذ ان تكون الاجيم عبارة عن اجيم كنت ستفوز فيها ولكن فجأة خسرتها. شكرا على المشاهدة، للتسلق والاشتراك لنصل ل 20,000 مشترك في اقرب وقت، وقولوا لي رأيكم في هذه السلسلة الجديدة. سلام عليكم.